راح على راح على المد... على قولي من الاول كده القدره، قولي بسرعه القدره والحاجات دي. ما ده القدره ولا تعبان فيها طويل بقى ميت. قدرة الفل تاني ده كان هيشم الدنيا به. بقوا يحبوا فرحي بقى وقالوا ده ولي عارف ربنا بقى دي. سبحان الله. ولما جه يموت دخل على المأمور. على المأمور كده محدش اللي شافه. يعني شوفوا بيبقى قاعد قد ايه، كم حارس وكم حارس وكم وكم. بيقولوا ما حدش شافه هو داخل. دخل قال له المغادرة بكرة، تحضر بكرة المغادرة على البحر اتفقت بعينها. قال له حاضر. عرف ان ايه بس من اللي دخل ده بقوا كلك ملجلجين. قال ما شفناش خالص. كلك ما شفناش خالص. سبحان الله. هو مشي وصبح الصبح لما هو بقى المأمور وراح على البحر. يقول لك نزل البحر عدى 17 وراح جاي على الجلد وميت. عملوا له المسجد بقى من الحته دي بقى. سبحان الله. لغايه العين مطرح ما مات. ورمى القدره بقى. عملوا له المسجد. بس صغير يعني على قد لما جه بقى انت شوف يعني هيجي الدنيا. عملوا له مسجد اللي هو الكبير بقى دلوقتي. ورمى القدره بقى الراجل واداله الحلو. حلو حسب ربنا. رمى القدره بالفلوس. كان بيشتغل باخلاص. كان بيشتغل في كل اللي اشتغل عنده باخلاص. سبحان الله. وحماكي والله اللي هو بيقول ده كان حافظ القران ازاي. يا سبحان الله. الله كان يقول قاعد شريحي على الكرسي. يعني الدكة اللي قاعد فيها كانت شريحني أبوك وكل دول. يقول كنت كان حفظ القرآن هو ازاي كله بقول. سبحان الله. وكان يشتغل بإخلاص وعندك وعند غيرك بالأجرة. وسبحان الله ويأكل الناس ويدي الناس. سبحان الله. شوف الأخرى آخرته إيه وأخته اللي كانت بتشتم وتغدر. سبحان الله. الأخرى بقى لها جامع وبقى لها هنا وهناك. عبرة ناس أمراء وأهلهم كانوا أمراء. أبوه كان أمير أخوار يقولوا لك أوه أبوه أوه. نسل طاهر. آه وكانوا أمراء. يعني ناس أمراء من صنفهم أمراء كلهم. ربنا يديك الصحة. ورمى القدرة بقى الراجل. قالوا شوفوا بقى يعني عمل له كل سنة جامعة بقى. ورمى القدرة بقى وخد الفلوس. لا عمل له الجامعة بقى وخيصوه. ورمى القدرة بالفول بقى الراجل. سبحان الله. الحمد لله. يلا ربنا يديك الصحة. يعني رمى القدرة بالفول وخد الفلوس. الراجل خد الفلوس. الراجل خد الفلوس بقى ورمى القدرة بالفول. ورماها وبقوا يحبوا فيه بقى. ده انشال من على الارض يعني. لو كان حد كان منه ولا هو كان مات في الحال. وطلع الفلوس من الجلابية مغسولة. وطلعوا الفلوس من الجلابية وهي مغسولة مبلولة. سبحان الله. ما بيقولوا له ولاد ولاد شارع يعني اللي في الشارع وياه بيسحبوا هيصين كده وهم قاعدين كده سهرانين كده قاعدين. قالوا ما تجيب جنيه يا ابو الاخلاص، نجيب شاي وسكر ولا حاجه. قال لهم حط ايدك في الجلابيه دي جنيه. ربنا يديك الصحه. بارك فيك. بقول بقى انا استغرب الجلابيه بتصر الميه يا ابراهيم. يا ابراهيم الجلابيه بتصر الميه فيها فلوس. سبحان الله. بس قوم هات الجنيه منه. سبحان الله. بقول حطنا ايديني وحماكي والله اللي حكي لي ده وكله. سبحان الله. يقول يلا ربنا يديك الصحة يا ماما. والله يا عين ما حرمش منك. الله يرحمك يا بنت. تعالى وياك بقى. المسلمين أجمعين. والله يا بنتي كله. يقول قمتي وقلنا بنحط إيدينا في الجلابية ونلاقي جديد لانج. يقول روحنا جبنا شاي وسكر وأكل وقسنا نهار. يلا ربنا يديك الصحة. على حسب براهي. ما حرمش منك أبدا. ربنا يجبر بخاطرك يا رب. مازر فازر الا بيسنك. وشكرا ماما على المعلومات الجميله وقصص العبر والعظه. نتعظ ونتعلم الاخلاص. كان البركه. ونتعلم الاخلاص ونتعلم الصبر ونتعلم كل الخير والبركه منك يا فضيله الشيخ الدكتوره جازية المنصور زينة ماما يبقى.
ظل الدكتور عبد المواجد سيد احمد عاطيه بابا حبيبي منور عينه وتدرس ماما صلى الله عليه وسلم مامي ظل تشغل الدكتوره جزه سلام سلام بابي ما بصير الله.